الشركة الملكية لتشجيع الفرس المباراة الجهوية لتربية الخيول البربرية بمدينة وجدة. اسمحوا لي أن أرحب بجميع الحضور وكذا المنظمين لهذا الحدث والذين يتمثلون فيه. السيد عمر الصقلي، مدير مباريات، المدير العام للشركة الملكية لتشجيع الفرس، والمدير التقني للمباريات دكتور هشام الدباغ، نائب مدير العام للشركة الملكية لتشجيع الفرس. لجنة التنظيم متمثلة في السيد عزيز حراشي، مدير الحريسة الوطنية بوجدة، دكتور محمد أسيدهم، والسيد نوفل بنزاري. بالنسبة للجنة التحكيم فهي مكونة كالآتي: دكتور عبد العزيز بزيوي، دكتور عبد الله وردوز، دكتور أسامة إدزاتي، والسيد عصام تواتي. بالنسبة لحكم متدرب دكتورة سكينة المجيدي. لجنة المراقبة والانضباط تتكون من سيد نور الدين بلولا، محمد سيد محمد الصحي، سيد جواد أحباش، والسيد ياسين ساخي. المكلف بالتواصل والعلاقات العامة السيد عمر مؤمن، والمكلف بالتصميم الجرافيكي سيد صهيب طويهر، المكلف بالتنشيط والكتابة السيد أنس السعد، المكلف بالحلبة السيد أيوب باودي، والدكتورة مريم تهامي هي البيطرية الرسمية. كانت هذه هي اللجنة الرسمية. نتمنى حظ موفق لجميع المشاركين، ونبتدئ مع الفئة الأولى الفرسات المتبوعات من 4 إلى 8 سنوات، وحظ موفق لجميع المشاركين. شكرا. Thank you.
نعلن عن نتائج الفئة الأولى الفرسات المتبوعات من 4 إلى 8 سنوات. جاء في المرتبة الأولى مرايا جي أم رقم صدرية 2 لسيد رجراجي خالد. في المرتبة الثانية كنزة البركة رقم صدرية 21 لسيد عبد الهادي عبد العالي. المرتبة الثالثة لدة صدرية رقم 17 سيد قيسي الحسن. المرتبة الرابعة متهيجة صدرية رقم 5 للسيد قيسي الحسن. المرتبة الخامسة جبارة 1 صدرية رقم 27 للسيد قيسي الحسن. المرتبة السادسة ليمونة أنقاد صدرية رقم 19 للسيد محمدي أمين. المرتبة السابعة ليلى جي أم صدرية رقم 18 للسيد حمداوي الواسيني. المرتبة الثامنة مرزقات بركات صدرية رقم 3 للسيد إسماعيلي حميد. المرتبة التاسعة لمارا جي أم صدرية رقم 15 للسيد قيسي الحسن. المرتبة العاشرة نصران صدرية رقم 16 للسيد محمدي أمين. المرتبة 11 مينا تغزوت صدرية رقم 14 للسيد هاشمي فؤاد. المرتبة 12 ميسا بيزنسن صدرية رقم 7 للسيد عيادة محمد. المرتبة 17 حيرة صدرية رقم 32 للسيد سيحي قويدر. المرتبة 14 حصيلة صدرية رقم 30 للسيد رجراجي خالد. المرتبة 15 قمر فاديا للسيد العالمي الحسن. المرتبة 16 كنانة الأصيل صدرية رقم 24 للسيد مريمي محمد. المرتبة 17 مفتونة تماريس صدرية رقم 4 للسيد إنقيري مصطفى. المرتبة 18 جازية صدرية رقم 28 للسيد زبارة عبد القادر. المرتبة 19 مجدولين صدرية رقم 9 للسيد سيري دريس. المرتبة 20 حاجبة صدرية رقم 33 للسيد زيد عمر. المرتبة 21 ملحمة صدرية رقم 8 للسيد سيحي قويدر. المرتبة 22 مالحة صدرية رقم 13 للسيد حمداوي عبد الحافظ. المرتبة 23 جميلة ولد بركات صدرية رقم 29 للسيد زنيدي محمد. المرتبة 24 مرجانة أنقاد صدرية رقم 12 لسيد مجنبة عبد الرحمن. وشكرا.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.